الحين المصنع فورد. هذا الباقي الشباب جروب كامل. الله يسلمك الحين بيتكي وتغدى وبعدين عاد يكملون لنا باقي الاشياء ان شاء الله. وش سالفته هذا؟ طلعنا من المبنى بروح المكان. وصلنا بعد مشوار طويل. هذه السيارات اللي تصنع بالمصنع شايفينها؟ الفورد رينجر الرابتر والفيرست اللي بتكمل لكم بعدين والرينجر العادية تصنع بالمصنع هذا. بتمشون بالمصنع. المصنع نحن وين ما عين تقولون البصمة شايفين من اليسار خلق لكم الكرسي. ما خارجين؟ حسب الشفت. هذا خطارنا. هذا وين موجود؟ موجود مدينة اسمها بريتوريا. تبعد تقريبا 90 كيلو أو 80 كيلو عن جوهانسبرغ. طبعاً المصنع هذا اللي تشوفونه هذا بس تجميع السيارة. في مصنع ثاني مدينة ثانية يصنعون فيها المحرك. بس هنا يجمعون السيارة فيه. ينتج يا طول العمر ويصدرون الى 140 دولة. كل دولة لها مواصفات معينة. شكل الصدام، شكل الكراسي، المواصفات الداخلية والخارجية، كل دولة تختلف عن الثانية. بس 140 دولة من ضمنها السعودية. سيارات فورد رينجر على اختلاف موديلاتها. هذا حجم 2200. الالكترون اللي جربته الشباب طبعا ينتجون يقول ما شاء الله. شوف السياره كيف من الامام قاعدين نكلمهم والله قاعدين نقول لهم نبغاها عندنا. هذا واحد ثاني مره ثانيه ما شاء الله تبارك ما شاء الله. الله وحش والله يا جميل. كمارو ونص عندهم. هذه بعض الاسواق طبعا يقول لك ينتج المصنع هذا سنويا 148 ألف سيارة فورد رينجر جميع أنواعها والصالون اللي شفتوه الإيفرست. هذا الإيفرست وش جاي وسالفته بالضبط؟ جاي نفس الشاصي حق الرينجر وبس إنه على ما قال مقفص. شفتوا النظام الفورشينر والهايلكس نفس الطريقة. هذا حواب وهذا كلا. شوف السيارات هنا بالتسليم والشحن اللي هي بالاستكارات. ان شاء الله حق يسوق سياره من هذه اللي قالك يحتم قراطيس. شوف هنا هذا المطرق استاذ منهم سياره طريقه المطرق. حاول ان شاء الله الحين هذه جديده بعد طالع بقراطيس انت فينا ما شاء الله. هذا لا هذا سكرتي. هذا حامل الوضع. باب المصنع. شوف المساعدات اللي اسمها سسه سسه كماليات يا حبيبي يا ماجد. من الطيارة على طول دور المصنع القطار. والله يا جو المصانع شيء عجيب صح يا ابو بندر. اي والله جو المصانع. بالله سوي معي مقابلة بالله بعدين. ابشر يا حبيبي. ناظرني بالله ماجد ناظرني. هلا والله. هلا والله. بالله ايش رايك بالله في الزي واللبس؟ والله انك فنان يا شيخ. النظارة حامية الدرع هذا الحالة مسويها شغل. شوف شوف اللي جينا قراطيس يا حبيب. هذه وايد تركب في الكامل. طبعا تركزون انت بعض المواصفات مثل ما قلت لكم. شكل الصدام، شكل الوجه الامامية، اكسسوارات تختلف. هذه شوف نفس اللي عندنا هذه. هنا وايد ترك هذه الجلسة تذكرونها لو جيت الحالة. نفس بالضبط. شوف الحوض اللي جوانا الحين. لا زالت خاطئة.
زي ما انت ملاحظين كل كل انا كنت ببالي متخيله مصانع زي كذا، طبعا يختلف من شركه لشركه، تلقى في مصانع يختلف دخوله وفخامته ووضعه، بس هذا يعتبر يعني مصنع متواضع. السياره اللي تصنع عند سياره اقتصاديه كسعر وكتكلفه وكسعر شوف الحين وش اللي بعده. الشاصي قبل يصبغ عطب اللون الاسود، شايف هنا؟ هذا هو الشاصي الفضي. طبقه لون اسود هو. ترى جالس اصور انا متنح. هذه الطالع حق الحوض. هذا بعد حق باب الخوف من ورا جنب. عمارة تمشي. هذه غمارتين. زي ما قال حازم غمارتين. شوف خوفني من قد هذه عدوان تفاهم وين تروح هذه؟ روسيا، ايطاليا، واحدة من 140 دولة. والله جو يا عيال، قسما بالله جو. دوم انك تشوف السيارة اللي تنتشري جت الخلف. السيارة هنا شايفين شوف احنا وين هنا السيارات وين هذا المكان ثاني هذا الإيفرست طبعا راح يكون نفس حجم المكينة والشاصي كلهم نفس بعض هو نفس كل شيء بس انه صالون هذا زي نظام الهايلكس والبورسيلان. شوف في شيء مصبوغ في شيء والله جزاز انا فرنسات اماميه وخلفيه سواء سياره دبل او دفع خلفي. هذا المكان هذا الشيء كان في 3200 سي سي وشركات الدياز الفرصه كل ما هو
والكاين صنع مصنع ثاني ونروح احنا بكره على سيرفر ماكينه يركبون ويطبقون وكل سيارة بتقول كان على الله يا حبيبي. حندخل دحين الى لا تقدر تسحب نفس الوكاين تركبوا على السيارات بعد ما رشت بوايا من الدراجة هذا الشاصي والله احنا حسناه. شوف هذه الماكينه وقيت تختلف عن ايش هناك قبل شوي. هذه الماكينه كبيره. كبير خمسه خمسه والشاصي والماكينه والماكينه والقصات اللي انا فيها. المقاعد وبقيه القطع وبعدين خلاص الحين. بس على ما قاموا هلا هلا حبتين اوصوا من السيارات الحين بس يطلعون من برا ويشحن وكل واحد يروح يدير جميل لو فضي والله ام الرابطه والله يا ابو جاد والله يا ابو جاد اوه رائع عن قرب والله يا مسك 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 والله يا هذا الإيفرست حجمه قريب الحجم الفرسان بس تكلوسه هذا هذا الرينجر رمال ونص ومرتين شوف انا قمت في جلستي قلت هو بندر الموتر الجديد شوف جالسين يجربونه يدورون المطبات يدورون الموتر جديد اصفار عشان يزنون يشوفون شو وضعه مضبوط ولا لا راح اتعلم ولا والله انا نشوف فيلم كان نقدر نقزه اختبار ايش هذا؟ اختبار مويه الموتر ما يطلع الا بعد ما يمحصون ومحص تمحيص تفتيش ليه يتاكدون الوضع شوف سيكون عليها يدويه سيكون عليها يدويه هنا هذا اختبار لما يدخلون السياره يشوفون اذا يتحرر ولا كذا يعني هالموت ولا تشوفونه الجديد يلق عندكم جاي وصلنا مختبرين ونفلين ونفل طبيعي ليش؟ كل مصانع كذا وشركات عشان يتاكدون الموت سليم 100% ما يعرفون الا بعد ما يحدثون وصلنا عندهم والله يا المصنع انه الجو الحالي خلاص اخر شيء انا وقضينا يا حليل هذه يا ولد خلصنا اليوم من المرحلة الأولى وشفت شلون تجمع السيارة من إلى وبكرة راح يكون عندنا تجربة بإذن الله وراح نزور مصنع اللي فيه المكاين اللي تصنع فيه المكاين فقط يصنعون المكينة مدينة ثانية وبعدين يرسلون المصنع هذا وتجمع السيارة وتطلع بالشكل هذا اللي تمشي فيه شوف يجربون السيارة هذا الاختبار النهائي للسيارات على بالنا خلصوا اختبارات ما شاء الله قل لي وقف قل لي وقف بالله اختبار الى اختبار قل لي وقف خلنا نصورها ستوب بليز سيارات عن قرب وانا على رجالي شوف شوف قبل شوي كان يمشي على قطار الصراحه يا عيال عجبه زياره المصانع حقت السيارات شيء عجيب
هذا الإيفرست. شوف اللي قلت لكم زين فورشينا. ها الأسفلت يمشي زي ما تكون زي الكهرباء كذا مشون. شوف زي هن. أوكي. يا ربي يا رب. هاي شرابة رسمنتي يا ولد. شوف تمشي على الكهرباء من المية. بس حلوان. كملون عدد اللي قبل شوي شفت صور تركم. وانا بعيون علي الحين وحوشون انا. لكن الحين بنطلع. هذه رينجر الرابتر للأسف حاليا ما راح توصلنا لأن المحرك غير مطابق للمواصفات الموجود عندنا. هذه تجي المحرك يا طول عمر السلامة 4 سلندر بحجم 2000 وبقوة 210 حصان باي تيربو. يجيك تيربو واحد ومروحتين والعزم 500 نيوتن وبالديزل مثل ما انتم عارفين أهم شيء العزم. الجير يا حبيبي 10 سرعات طبعا عليه تعليق زي تعليق الرابتر مقصات ومسادات فوكس. الجنط هذا مثل ما انتم شايفين جاي بحجم 17 وعليه كفرات بوف قدرش. بعطيكم عدسة واسعة ودي او لا بدون عدسة واسعة. شوفوا شكله مع الجنب مرفع الموتر جاهز خاص للبر. طبعا الواجهة الامامية جاية بشكل هجومي وشرس صراحة. لان السيارة هذا حقت واحد شغال بالمصنع. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شلون مرفع الموتر. بوريكم المقصات. انا مقصات حتى المقصات رياضية. مقصات مساعدات رياضية من فوكس. هذا شكله على الجنب دواسة حديد. والجنب مثل ما قلت لكم مقاس 17. ما شاء الله تبارك الله. هذا شكله مع الجنب. جميل الموتر جميل. طبعا شعار الرابتر راح يكون باب الحوض اليسار. وهنا الجهة الخلفية اللي جاية بأربع حساسات. وعندك غطاء حق الحوض. ما شاء الله تبارك الله صراحه روعه. طبعا انا ليش ما خلونا نصوره وناخذ راحتنا لانه ما راح يجي. الداخليه قريب او 90 او 95% من نفس داخليه الرينجر العادي. شوفوا مراتب شلون جايه. طبعا انا ما قدرت ولا امدان انه نفتح ونشوف اللي كان شفناها في المصنع عشان اوريكم الداخليه. يا سلام باقي نص ساعة نوصل ان شاء الله هناك. شوف 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 الزحمة. اوكي شو هذا مثل طريقة ماك فايد. هم رايحين الدوام وحنا راجعين طالعين برا الرياض. السواقه لك تسوق شوي هنا اكيد عشان تركسون يمين. والله نجيب العيد. لا مو لا هنا عشان التماسك تحكم تقدر تتحكم في السياره. السرعه ما تفيدك هنا تحتاج انت ديزه صح تورك والدنيا هذه والامور الطيبه ولا ولا جواز زينه. هلا هلا والله بالذيم شلونك؟ كيف المكان طيب؟ والله على كيفك والله بس بقينا ناس نتعشى.